متابعينا الكرام، اهلا بكم بعد الفاصل. ومعايا الدكتوره رانيا السيد، استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب في القصر العيني جامعه القاهره. معانا النهارده فقره مميزه جدا، ما ينفعش برنامج نسائي ما نتكلمش عن مشاكل الستات، مشاكلهم، علاقتهم بزويهم، علاقتهم في الحياه الزوجيه. ما ينفعش يبقى معانا برنامج من النوع النسائي اللطيف ده وما نتكلمش عن المشاكل الخاصه بالنساء. معايا دلوقتي الدكتوره رانيا اللي هنتكلم معاها عن مشاكل التشنج المهبلي. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا وسهلا ايه بيك. الموضوع ده يا دكتور وليه اخترتيه بالذات؟ اولا التشنج المهبلي دي مشكله مرضيه اسمها فاجينيزمس، يعني ده مرض عضوي تمام مش حاجه نفسيه زي ما بيتقال للناس. انت تمام للبنات انت عندك عقده نفسيه، انت عندك، لا دي مشكله عضويه، مرض اسمه فاجينيزمس، تمام وهو عباره عن تشنج في عضلات الحوض وعضله المهبل. طيب ايه علاقته بقى يا دكتور بالعلاج، يعني اللي هو العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي، الطب العلاج الطبيعي؟ هقول لك بقى، هو اصلا مشكله الفاجينيزمس على فكره هو كمشكله تشنج عضلات الحوض وعضلات المهبل، مشكلته ان هو بيبقى اتنين متجوزين فبيحصل صعوبه او عدم اصلا حدوث للعلاقه الزوجيه، تمام تمام، نتيجه لوجود تشنج جوه قناه المهبل تمام وفي عضلات الحوض اللي حوالين المهبل. تمام اخترته ليه؟ علشان طبعا الموضوع ده الناس عندهم صعوبة في، يعني انا بقول لهم على فكرة التشنج المهبلي عندي انا كعلاج ما هو صعب على فكرة، ده بيخلص تمام المشكلة في 3 ايام. يعني هو مفاجئ ولا بيبقى عيب خلقي في البنت ولا ايه بالظبط؟ هنقول بقى في الاسباب طيب بتاعته. تمام يعني عايزة اجاوب بس على السؤال الاولاني، انا اخترته ليه؟ لانه الموضوع طبعا يعني في بيوت بتتخرب، الموضوع بالظبط بيوصل لطلاقات وحاجات ويروحوا بقى في سكة تخصصات مش هما اللي هيعالجوا المشكلة. ومن ان البيت ما اتخرفش بيبقى فيه نوع من اللي بيسموه الطلاق الصامت، يعني ايوه تلاقي فيه الصراعات مشكلة وده طبعا، صامت ودي صراعات صامتة طبعا والدنيا بتمشي طبعا بس طبعا، بشكل مش ربنا لطيف. يعني جعل العلاقة الزوجية من الحاجات اللي بتهدي الجو الأسري، بالظبط فلما يبقى فيها مشكلة بتأثر على كل الجو الأسري. تمام. طيب الأسباب بقى المؤدية لكده ايه يا دكتور؟ التشنج المهبلي عبارة عن إنه في تشنج في عضلات الحوض وفي عضلة المهبل اسمها تمام البيوبوكوكسيجيس ماسل، دي بيبقى فيها تشنج. التشنج ده اسبابه ممكن تكون برايمري يعني موجوده من الاساس، طب زي هي المشكله انها زي هي عضله في الجسم زي رقبتها زي ظهرها، بس تمام عشان هي مش بتستخدم تمام غير ساعه الزواج تمام فالبنت ما بتحسش ان هي عندها تشنج في العضلات دي غير لما تيجي بعد تتجوز، الجواز. تمام تمام. تمام ده البرايمري. في سكندري اللي هو ثانوي، ده لما يكون عند يعني مثلا سمعت حاجه خوفتها فكانت بتعمل في الاول تشنج ارادي بارادتها لانها فأصبح بقى خايفه، ملازم، فبعد كده بقى لا الموضوع أصبح ارادي. في ملازم. مثال بشرحه للعيانين عندي في العياده، بحب اشرحه لهم عشان بيبقوا مش متخيلين، واحد عامل عمليه في كوعه، يا ابني افرد ايدك، لا انا خايف 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 خايف، لا يحس يجي بقى بألم. بعد فعلا بعد العمليه بشويه يجي لنا بتيبس في عضله بقى من تشنج لا خايف ان هو يفرد ارادي دراعه. تحول لتشنج ملازم. تشنج ارادي تحول لتشنج لا ارادي، تمام فيجي فعلا يفرد دراعه هو فعلا خلاص ما بقاش خلاص عارف خد على يفرده كده. طيب ولازم حل نعمل له المشكلة ايه يا جلسات. دكتور رانيا؟ ايه الحل، الحلول. الحلول بقى؟ بحل المشكلة طبعا احنا بنعمل جلسات، الجلسات دي عبارة عن 3 ايام، الموضوع بسيط جدا، حلو هو قوي المشكلة في انهم يروحوا فعلا. لمين يعالج المشكلة دي. بالظبط المشكلة ان هم بياخدوا تخصصات تانية وليكن نسا، فدكتور النسا بيكشف عليها من ناحية النسا، هي الفسيولوجي مش سليمة، لاقي حاجة. هي سليمة تمام فعلا، تمام هو وجهة نظره صح، بس هي هل ما يبقاش سليمة. عنده خبرة أو دراية بالموضوع ده هو اللي في يوجهها دكاترة لدكتور العلاج الطبيعي؟ عندهم الفكرة عن موضوع تمام الفاجينيزمس أو التشنج المهبلي، وفي ناس لا، فاللي عندهم بيوجههم واللي مش يعني ما تمام عندوش فكرة عن الموضوع مش بيوجههم، طيب فاللي بيحصل ايه؟ انه العيان بيفضل يعني يلف 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 ويروحوا ومش للشيوخ عارف ايه ويروحوا الدايرة مش فين. عارف تمام ايه بدايتها فين. ودكاترة. طيب كورس فلا العلاج بقى في 3 ايام عبارة في عن ايه يا 3 ايام دكتور؟ عبارة عن أجهزة بتعمل ارتخاء في عضلات الحوض، مش يعني مش بترخيها خالص، لا دي بترجعها للنورمال تون، المفروض الوضع الطبيعي للتون بتاعها. الطبيعي تمام بتاعها. تمام وفي جهاز جاي من الاتحاد الاوروبي، هما بيبقوا جلستين في اليوم، جلسه على تمام الحوض وجلسه على المهبل، وفي تمام جهاز من الاتحاد الاوروبي في بروب جاي مخصوص عشان الفاجينيزمس التشنج تمام المهبلي، بروب بتدخل جوه المهبل بتعمل توسيع. بتعمل مش توسيع لان التوسيع غلط، تمام بتعمل ارتخاء في عضلات ال اللي هو في النورمال زي ما حضرتك قلتي. تمام بتوصلها للنورمال تمام بالتدريج. تمام اول سيشن بيبقى عندنا فيها اكتر من هدف، نطمن ان البروب عدت مكان العضله اللي هو فيه المشكله حلو كده. حلو تمام الحاجه التانيه نشوف على الجهاز
قرايتين يقولوا لنا انه في زي ما في انقباض، احنا عارفين انه في انقباض بقى في تمام. انبساط، فبنبقى متاكدين من النتائج. يعني تمام ليه؟ لانه الجهاز قال لنا في انقباض تمام وفي انبساط، فالنتيجه بتبقى اكيده خلاص واضحة. واضحه. لانه الجهاز قرا، زي ما قرا انه في انقباض بيقرا لنا ان في تمام انبساط. حلو قوي. فكل سيشن بناخد قرايه معينه، وبعد كده بننزل بالتدريج على 3 مرات لحد بنوصل للرقم اللي احنا حلو المفروض قوي. نوصل له في 3 جلسة، وبنعلمهم البوزيشن، الوضع اللي يحصل منه العلاقة، لان الوضع التقليدي ما بينفعش في حالات التشنج تمام المهبلي. تمام وبنديهم فترة، لانه معظمهم بيبقى عندهم مشكلة في الحمل، تمام لانه ما بيحصلش العلاقة. علاقة تمام بالظبط. متأخرين، تمام فبنديهم ايام التبويض وازاي يعني يحصل العلاقة في الفترة دي، بحيث انه يحصل ان شاء طيب، ده الله حمل السيشن بسرعة. الاول والثاني والثالث. في حاله يا دكتور، وده الطبيعي، ده الطبيعي ان مثلا كبيشنت مش هتتوجه لطبيب او هتقول ان الموضوع محرج شويه، او يعني في مشكله ما تجيش على بالها ان هي المشكله، هي المشكله ان في تشنج عضلي في المنطقه دي. طيب هل يمكن علاج الكلام ده من خلال مثلا محاضرات، يعني طرق مخصصه لا للاطباء زي حضرتك، بصي، اونلاين مثلا، ولا لا الموضوع ده صعب؟ بصي، الموضوع لازم يتعمل له جلسات، جلسات. ومفيش علاج تاني غير الجلسات. يعني تمام. مثلا من الحاجات اللي المقترحه اللي اتقالت عن الفاجينيزمس ان احنا نعالجه بالبوتوكس. البوتوكس ليه اضرار كتيره جدا. اولا تمام. البوتوكس بيعمل مشكلتين. ايه بقى؟ المشكله الاولانيه انه ما بيحلش مشكله التشنج، يعني يروحوا يحقنوا البوتوكس ويقولوا يا دكتور احنا حقنا بوتوكس وما وصلناش والموضوع زي لحاجه. ما هو. تمام. ليه؟ لان هو حقن عضله المهبل وما يقدرش يحقن الحوض، ففضل التشنج هي المشكلة موجود. أصلا من العضلة مع الحوض. الاثنين مع بعض فيهم تمام تشنج، تمام فبتفضل المشكله موجوده. فتيجي يقولها طب روحي بقى خلاص اعملي الجلسات. تمام طب ما كان يعني ايه، فاهماني، ما استفادتش حاجه في الفاجينيزم. حلو قوي. تاني حاجه انه ده بيأخر لها الحمل حوالي 8 شهور، لان مشكلة دي فعلا. ماده سامه اتحطت في الجسم، فممنوع انه يحصل حمل. الحاجه الثالثه انه الضعف، البوتوكس بيعمل ايه؟ بيعمل شلل مؤقت في العضله. زي ده ممكن تخدير كده يا يأثر دكتور، بقى، شلل مش تخدير، كمان. هو بيعمل حاجه ده باراليزس في دائم العضله. بقى ولا مؤقت؟ لا مؤقت، تمام. دي مشكله ان هو مؤقت، الشلل ده يعني كل مؤقت. شوية حقن بقى بوتوكس. فكل تمام. شويه تحقن بوتوكس، بلس ان هو اصلا ما بيحلش المشكله، لان هو زي ما قلنا حقن عضله المهبل وساب وساب الحوض. الحوض، تمام. دي فبتفضل مشكلة المشكله قائمه حلوة قوي. وموجوده. طيب والحاجه برضو في عارض بيحصل مع بعض الناس اللي بيبقوا حقنوا بوتوكس، تيجي بعد حمل ولاده، خصوصا لو حصل ولاده طبيعيه، تمام يحصل ارتخاء في جدار المهبل، فتدخل في مشاكل السلس البولي ومشاكل من نوع اخر. يعني ليه سايد ليه افكت سايد مش افكت محدود. على المدى تمام. البعيد وعلى المدى القريب ان احنا ما جبناش نتيجه، ان هو اعتقد مؤقت. الحاجات النورمال افضل يا دكتور، بدل الحقن او كده، هو زي كل الاجهزه حاجه، اللي كل حضرتك حاجه ليها بتقولي عليها. عليها. تمام. كل يعني حاجه الجهاز هياخد وقته ويروح لحاله بالظبط، هما 3 جلسات بس خلاص. وخلصت القصه حلو جدا، ورجعناك يعني الموضوع للنورمال. مش في معضله. تدخل، في ناس تقول لها طب تعالي نعمل لك عمليه توسيع. فعمليه التوسيع دي بتبوظها ميزه، ان اولا بتبوظها ميزه ان الكونتور بتاعها ضيق، ده مفيد جدا في العلاقه الزوجيه تمام. ليها ولزوجها، فبتفقد الميزه دي، وفي الاخر ما حلتش برضو مشكله التشنج. ليه؟ يعني لان برضو المشكلة تفضل موجودة بعد التوسيع. ليه 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 بقى؟ ليه؟ ما كل حاجه بالعلم. لان المشكله مش في الكونتور واسع ولا ضيق، المشكله في العضله فيها تشنج، فبتعمل التوسيع وبتفضل العضله متشنجه. يعني التوسيع نفسه مش في العضلة، هما صعب انه يبقى في العضلة. لا، مفيش حاجه اسمها توسيع عضله، هو بيوسع الكونتور بتاع المهبل. تمام. فده لا، ما بيتو... ده مش هو ده المشكله، المشكله في التشنج اللي جوه العضله، فبتعمل التوسيع وتفقد الميزه اللي عندها ان هي كان الكونتور بتاعها كويس، وده بيفيدها وبيفيد زوجها اثناء العلاقه. حلو قوي. بتفقد الميزه دي وما بتحلش مشكله لا ده دي التشنج. مشكلة. إذن العلاج العلاج بالوسائل اللي فاضل حضرتك بس قلتيها حاجه ثالثه تمام افضل. بتتعمل، عشان نبقى قلنا للمشاهدين كل الحاجات اللي تخص الغلطات اللي ممكن تحصل، عشان نبقى وجهناهم. في حاجه اسمها دايليتورز او موسعات، دي برضو من احد العلاجات الخاطئه. الدايليتورز بيفك بس عقده انه حاجه تدخل جواها، لو هي من النوع اللي بتخاف انه حاجه تدخل تمام. جواها، لكن لكن ما برضو المشكلة بيعالجش، بتفضل ما موجودة. بيعالجش التشنج، لان هو تمام مش جهاز بيعمل ارتخاء، ده هو تمام حاجه صلبه تمام بتدخل جوه. اذن يا جماعه دلوقتي الحل بالجراحه مرفوض، بالبوتكس مرفوض، باللي هو الجهاز الاخرين، احنا بنقول انه ده العلاجات ما بخلال بيجيبش العلاج الطبي، نتائج. العلاج الطبيعي ده ده ما الافضل. بيجيبش نتائج. تمام. هي تشنج عضلات، عضلة يعني نعمل لها ارتخاء. انا شايفه ان الموضوع مهم جدا يا دكتور، وانا افضل ان احنا نعرضه في حلقه تانية، لان الموضوع اعرض من وقت الحلقه. نورتيني جدا جدا يا ميرسي. دكتوره رانيا، وموضوع يعني انا شايفه ان هو غايه في الاهميه، وبيمس يعني شريحه كبيره جدا، وممكن بيوت تبقى مقفولة.
مقفول على كده، وممكن في طبعا اصلا بيوت اتخربت بالاسباب اللي حضرتك ذكرتيها دي. نورتيني جدا الدكتوره رانيا السيد، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي القصر العيني، كانت معانا فقره مميزه جدا، نورتيني. الله يخليك.